جرب جديدا واندهش في روعة التجديد عش. جرب جديدا لذاتك الآن اكتشف ترى الحياة تنتعش ترى الحياة تنتعش لك المدى تجدد فجرا يرى مؤكدا منك المنى فارسم هنا من وحيها خير صدى لك المدى تجدد فجرا يرى مؤكدا منك المنى فارسم هنا من وحيها خير صدى تحدى المصاعب اللي ما جرب أجواء المتعة في برنامج ترحال هذا الشيء الكبير تحدى المصاعب بخوض تجارب فلا مستحيل بعزم الكواكب سمو المطالب ودرب طويل ودرب طويل جرب جديدا واندهش في روعة يوسف لا ان شاء الله نفوز يا رب ان شاء الله فلا فرق الناس كانوا يقولون كلام لكن تخيل فزنا قاعد حددت المركز انا سوات ما سوات بس ما كنت زي ما دم للمعالي صاحبا يعجبني القرن المعية وفقرة النوم بهدلة أبو سليمان وفي أعظم من نعمة العقل في أعظم من كل هذا لأنه كل هذا إذا فقدتها تبي تعوض لكن هي نعمة لن تستطيع تعويضها اللي هي نعمة الإسلام يا بطل رائعين رائعين تحية لكم تحية 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 تستاهلون والله تستاهلون لذاتك الآن اكتشف ترى الحياة تنتعش ترى الحياة تنتعش حين ترى مغامرة تأبى الرجوع للورى يدنو العلا إليك لا تخشى صفير على يوم جيت حين ترى مغامرة تأبى الرجوع للورى تخشى الوصول للعلا وكل القيادة جديرا أراد لقاها وساد درب المراجل عسر واختار يصعب دربه مشوارا جديدا واندهش في روعة التجديد عش جرب جديدا واندهش في روعة التجديد عش لذاتك الآن اكتشف ترى الحياة تنتعش لذاتك الآن اكتشف ترى الحياة تنتعش ترى الحياة تنتعش حين ترى مغامرة إجابة خاطئة عندك إجابة؟ عندك إجابة؟ كلكم تعرفون كم عدد أبواب الجنة؟ ثمانية وإجابة صحيحة مبروك فيصل عزام ثلاثة عبد الملك أراد لقاها وساد وكن للقيادة جديرا أراد لقاها وساد على المركز الأول الفريق تنتعش لذاتك الآن اكتشف ترى الحياة تنتعش ترى الحياة تنتعش